احمد ايه لغيت الحمد لله داز بخير وعلى خير داز النهار ديالو قبل العام الجاي باذن الله كل سنه وانت طيب انت طيب على الجميع ان شاء الله ولكن كنسالك واحد حاجه ايه مخرجتينيش مخرجتينيش نهار العيد انت ما كان في بيح وكان ما كانش حتى غير شنو حتى حد ما كنتش زعما حتى كان الروينه صاحبي الروينه سرينا حتى لوحده صافي تشريت الروينه وبعد تغدينا بقينا غير يلا بينا نخرج صافي ما قلتي حتى شي نمشيو دابا للدار اييه شنو نوجدوا الغدا معلم عاوني نحط الطبله باش نتغداو اييه بعد ما نتغداو نجمعوا المعينات اها نجفوا اه واحد الحوايج خصهم يتنشروا خصنا نشربهم واه نتسناهم شويه يبسوا يضربهم شويه هذا الهواء هذا غيبسوا في الساعه في الساعه اها من بعد ندوش ونلبسوا حوايجاتنا تكون بردت الحاله ونهبطوا زيدي زيدي ما صافي برد زيدي لا هادشي ما كاين ما نخرجوش حنا في هاد الطهاج هذا ما كاين شي اخر تاع العشيه ونخرجوا لا يعني العشيه دي عندك يعني كل ده هيتسلى امتى يعني؟ هو 8 9 الليل كاع 10 مازال قاعد الضو كاع مالنا نحنا نخرجوا اش خاصنا يعني انت كل ده وفي الاخر اخذك ونخرج الساعه 9 10 مالا شنو فيها؟ واخا نخرجوا حتى 11 12 الليل ناخذ دور على البحر ولا نرجع خارج مع مرتك وخارجه مع راجلي نخرجوا في اي ساعه وحنا مالنا المهم نتفوجوا شويه وصافي اش بالك؟ ننزل نلف على البحر ونرجع ماشي مشكل المهم خرجنا كانت تسمى خرجنا شمينا الهواء لا مين قال لك كده؟ هاني يا اختي مرحبا واش تخرج بالليل ولا تخرج دابا تضرب الشمس؟ تضربني ايه؟ الشمس اسمها ايه؟ لا العكس الشمس 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 معلش هاني يا اختي هاني صافي؟ انا الساعة ميعادنا الساعة 1 بالليل نخرج ان شاء الله في اي وقت ياك خارج مع مرتك وخارجة مع راجلي؟ ايوا ايوا نخرج يا خويا في اي وقت معلم حتى جوج الصباح نخرجوا مالنا معلم صافي كلمه وحده ايه احنا غنشوف سير على الله يلا